السلام الخالدة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أجدد لكم التحية مرة أخرى مع انطلاقة الشوط 11 بهذا المهرجان الكبير والحفل المتميز، مهرجان المؤسس. نتواصل بخامس أيام هذا المهرجان مع انطلاقة شوط الإجداع بكار من 6 كيلومترات، الرحلة المتواصلة مع هذه الشعارات الباحثة عن السيارة التي رصدت من اللجان المنظمة لهذا الميدان. نسير مع ميدان الشحانية ومع أرضية ميدان التحدي، نسير مع المقدمة والصدارة. هناك الشحانية مع سعد بن عنزام بن خاتم النعيمي مع أول المراكز مع صدارة الشوط، النقلة مباشرة مع المركز الثاني. هناك الحلوة تصل مع ثاني المراكز، محسن بن منصور بن ناصر الشمري يصل مع المركز الثاني، المركز الثالث. هناك الانطلاقة من ناصر بن عبد الله المسند وتواجد ملاذ مع المركز الثالث، تتواجد بموقع المنافسة وتحديات هذا الشوط. المركز الرابع هناك من تتواجد الفايزة لسالم بن طالب بن عقيل المري، يتواجد بانطلاقة البرنس مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك تواجد بهذا الانطلاق الغزيل سعيد بن راشد بن سالم بن سنيد المري، منطلق مع المركز الخامس ومتواجد بموقع التحدي والمنافسة مع انطلاقة هذا الشوط. ها هو النداء الأول للخمسة المراكز الأولى المسيطرة مع تحديات وانطلاق هذا الشوط. نسير ونعود مع المقدمة بعدما أتممت على مسامعكم النداء الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هناك الشحن ما زالت هي القائدة لزمام الأمور. سعد بن عنزام بن خاتم النعيمي متواصل مع المقدمة، وما زالت الشحانية محافظة على صدارة هذا الشوط. ولكن المركز الثاني هناك منصورة، هناك منصورة يا مخرجنا ثبت لي هالصورة على منصورة، من تصل مع المركز أول. حلوة لمحسن بن منصور بن ناصر الشمري يصل مع المركز الثاني، متواجد مع تحديات الحلوة المتواصلة مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك ملاذ وناصر بن عبد الله المسند ممثل الخور ينطلق ويقدم لنا ملاذ مع تحديات هذا الشعار الذي ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك تواصل مع الفائزة، من تود أن تفوز بناموسي هذا الشوط، سالم بن طالب بن عقيل المري يتواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك الصعبة لعلي بن حمد بن عزاع بشريده المري، متواجدة وغيرت وانطلقت الصعبة إلى المركز الرابع مباشرة. ولكن المركز الخامس بتحدياتي هذا الشوط هناك المتواجدة عبير ومبارك بن علي بن عزيز الشريفي يصل بهذه اللحظات مع المركز الخامس، يريد أن يفوز بسيارة هذا الشوط. المنافسة ما زالت منحصرة مع المراكز الخمس الأولى الذي تتنافس وتتصارع من أجل الناموس، من أجل السيارة التي رصدت لهذا الشوط مع تحديات هذا المهرجان الكبير وهذا الحفل المتميز. ولكن المقدمة ما زالت الشحانية ترقص طربا مع أرضية ميدان الشحانية، وسعد بن عزام بن خاتم النعيمي يتواصل مع المقدمة يحافظ على صدارة الشوط. النقلة مباشرة مع تحديات المركز الثاني. هناك المنطلق، هناك المتواجد، هناك المتواجد سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري يقدم لنا الفائزة مع تحديات المركز الثاني. هذا الشعار من حقق الإنجاز بهذه الأمسية التراثية المتميزة وحصل على أحد الرموز الأربعة بهذا المساء.
يشارك بتحديات هذا الشوط ويقدم لنا الفائزة مع المركز الثاني والمركز الثالث. هناك انطلاقة والتواصل الصعبة لعلي بن حماد بن حمد بن هزاع بشريدة. المري متواصل ومتواجد مع المركز الثالث المركز الرابع. هناك الدرعية أول نداء للدرعية محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي يصل مباشرة إلى المركز الرابع مع تحدياتي هذا الشعار. المركز الخامس هناك انطلاقة عبير وتواجد مبارك بن علي بن عزيز الشريفي الذي ينطلق مع تحديات عبير المتواجدة والمتحدية من أجل الناموس تنطلق مع المركز الثالث بهذه المنافسة وتحديات هذه الشعارات التي تطمح بأن تخطف ناموس هذا الشوط والسيارة المتواجدة عند خط النهاية. ولكن أعود مع المقدمة بعدما أتممت على مسامعكم النداء الثالث للخمس النجوم المتواصلة والخمس العمالقة المتواصلين مع هذا المسار. ولكن المقدمة ما زالت مع الشحانية وسعد بن عنزام الخاتم النعيمي أطلق التحدي وأعلن المنافسة من بداية هذا الشوط. ما زالت الشحانية تتقدم وتتصدر وتحافظ على عرش المقدمة مع منافسة مع هذا الشعار المتواجد على مقدمة الشوط. سعد بن عنزب بن عنزان بن خاتم النعيمي يتواصل مع الصدارة ويحافظ على مقدمة الشوط. المركز الثاني الفائزة بدأت تقترب من ناموس هذا الشوط. سالم بن محمد بن عقيل المري يتواصل مع المركز الثاني مع تحديات الفائزة. من تريد أن تفوز بناموس هذا الشوط؟ الدرعية بهذه المنافسة وصلت مع المركز الثالث وانطلاق محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي يصل إلى المركز الثالث مباشرة مع تحديات هذا الشعار. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا في كل مكان. هناك الصعبة وعلي بن حمد بن هزاع بشريده المري يصل مع المركز الرابع المركز الخامس الانطلاق المتواصل بهذه المنافسة. عبير المبارك بن علي بن عزيز الشريفي مع المركز الخامس. ها هو النداء الرابع مشاهدي الكرام للخمس المراكز الأولى بهذه المنافسة. ولعت 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 حرارة هذا الشوط عندما وصلنا إلى 1200 الأخير الذي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن السيارة. ولكن الشحانية ما زالت تتواصل مع المقدمة ما زالت تنطلق مع صدارة هذا الشوط. سعد بن عنزام بن خاتم النعيمي يحافظ وقائدا لمسيرة هذا الشوط وهو الأقرب للسيارة بهذه المنافسة. وصلت الفائزة مع المركز الثاني وسالم بن محمد بن عقيل المري. ولكن الصعبة أيضا تصل مع المركز الثالث علي بن حمد بن هزاع بشريدة المري. الله 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 بدأت المنافسة وبدأت الحركة مع اللحظات الأخيرة مع اللحظات الخطيرة. خمسة مراكز تتنافس وتتصارع من أجل الناموس. هناك التغيرات على مقدمة الشوط. الفائزة الفائزة ولكن درعت الدرعية بالفائزة وخطفت المقدمة بهذه اللحظات محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي. ها بهذه المنافسة يتقدم ولكن الصعبة الصعبة تتسلل إلى مقدمة الشوط بهذه المنافسة. علي بشريدة المري ومحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي وعبير مبارك بن علي بن عزيز الشريفي. الله 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 اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة. عبير الصعبة ولا عبير؟ عبير والصعبة عبير والصعبة عبير والصعبة ولكن عبير عبير. ولكن عادت الفائزة 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 تفوز بهذا الشوط. سلام وتحية واحترام إلى سالم بن محمد بن عقيل المري من خطف ناموس هذا الشوط وفاز مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والمبروك. المركز الثاني عبير وصلت بتحدي ومنافسة مع مبارك بن عزب بن علي بن عزيز الشريفي مع المركز الثاني. المركز الثالث الدرعية لمحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي. ورابعا الصعبة الصعبة تصل مع المركز الرابع لعلي بن حمد بن عزاب بشريدة المري. المركز الخامس
الشوق لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، ها هي المنافسة وها هو ملخص ختام هذا الشوط، عندما فازت الفائزة مع اللحظات الأخيرة وانتزعت الناموس لسالم بن محمد بن عقيل المري. تهانينا وألف مبروك، وقطعت مسافة 6 كيلومترات بتسع دقائق و27 ثانية و26 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لسالم بن محمد بن عقيل المري، المركز الثاني عبير جاءت بتوقيت زمني وقدره 9 دقائق 27 ثانية و76 جزءا من الثانية. تهانينا ومبروك لمبارك بن علي بن عزيز الشريف، المركز الثالث بهذه المنافسة. وصلت الدرعية بتوقيت زمني وقدره 9 دقائق 28 ثانية و10 أجزاء من الثانية. تهانينا ومبروك.